أنا هو الامتحان كان تواصل شغال حل جامد جامد يعني قوي والله قوي قوي يا باشا اسأل أحمد. طب ايه الاخبار بتاعك؟ كويس الحمد لله. الله يبارك بس كويس. لا كان كويس الحمد لله. كويس الحمد لله والله. الامتحان كان حلو كان شغال. طب ايه اخبار الامتحانين؟ الامتحان كويس جدا وحلو في مستوى اي طالب 100% الامتحان الحمد لله. طمني اخبار الامتحانين؟ سهل جدا الحمد لله. ما فيش طلبه اشتكت؟ لا لا ما فيش اي حد طلع مشكله. الامتحان سهل جدا اشكرك. الامتحان كان كويس الحمد لله كان جميل جدا. هو بس في مستوى الطالب المتوسط يعني حتى لو انت مذاكر باقل حاجه هتعرف تحل ان شاء الله. الامتحان النهارده كان جاي كويس جدا ومحدش يقلق يعني كتير يعني كان احسن يعتبر من احسن الامتحانات اللي جت النهارده. هو الجغرافيا اللي كانت صعبه جدا تقريبا. شغل امتحان يعني الامتحان ولا صعب ولا سهل ويعني الحمد لله عدى بس كان يعني في تكات صغيره بس حلينا يعني. الامتحان كان كويس متوسط ان شاء الله اللي جاي احسن. كان في بعض الطلبه يقول لكم انه كان في اسئله صعبه ما هو طبيعي اي امتحان لازم يكون فيه اسئله صعبه عشان يقيس تفكير الطالب وبس. طمني اخبار الامتحان ايه؟ لا كويس متوسط يعني مش صعب ولا سهل قوي انما العربي اقول لك كان صعب. طمني اخبار الامتحان ايه؟ تمام الحمد لله كويس. مبلل بعض الطلاب بيشتكوا من في تريكات كده في الامتحان. اه برضه كان في تريكات وحاجات برضه يعني مش اللي هو غير الشهر. الامتحان كان صعب شويه بس الحمد لله ربنا يسترها بس نعدي السنه الحمد لله. الامتحان كويس. ليه الطلاب بيشتكوا بيقولوا في صعوبه في الامتحان؟ هو في تريكات يعني شويه في تريكات يعني وفي اسئله بس هو يعني الامتحان كويس. اخبار الامتحان ايه؟ احنا مش بنضحك على بعض. الامتحان خرب وحش سهل صعب على المذاكر مش مذاكر الامتحان مش كده. متاكد ايه اكتر حاجه بتوتركم في الامتحانات؟ يعني كفايه ان الامتحان صعب والمراقبين برضو مش سايبيننا في حالنا والدنيا بايظه. طب ليه الطلاب بيقولوا بيشتكوا انه احيانا في طلاب بيقول صعب وطلاب بيقولوا في كام سؤال في الدراما صعبين لكن في متناول الطلاب. واحد ليه؟ الامتحان صعب. صعب والله مش سهل. صعب للي ما بيذاكرش ولا صعب في متناول الطلاب؟ لا لا هو صعب للي ذاكر واللي ما ذاكرش. اه بالظبط للاثنين. الامتحان جه اسهل من السهوله. الامتحان في مستوى الطالب الطالب السهل. الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انت قلت ايه؟ الامتحان جه سهل. الامتحان زي الفل يعني انا ان شاء الله قفلت يعني الحمد لله. عايز اللي جاي فول مستوى الطالب حتى الامتحان جاي صعب بس هو طمنا اخبار الامتحان. ما كان في اسئله كثيره الصراحه وفات بس هو كعموما لا يعني يعني المتوسط في المتناول يعني. شايف في لعيبه شايف في طلبه مبسوطين وطلبه غير مبسوطين. اه ما هو في المتوسط يعني نص اللي مذاكر شغال يعني الحمد لله كويس والدنيا تمام ويعني الحمد لله قدرنا نحل. طب الحمد لله كان كويس؟ اه الحمد لله.